بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أخوكم المهندس نور الدين جديد، مهندس ميكانيك بشتغل في مجال السولار إنرجي. راح أعطي دورة عن السولار سيستم ديزاين يوزينج سكتش أب سوفتوير. الدورة حتكون بيسك ترينينج، تمام؟ راح نشوف في الدورة شو هو برنامج السكتش أب، راح نتعرف على المين كوماندز تبعته، على الأوامر الرئيسية، وراح نشوف بالبداية بعض الأمثلة الأساسية اللي بنقدر نرسمها بواسطة البرنامج. لأن بالنسبة للكونتنت الخاص بالسولار إنرجي، هشوف كيف ممكن نعمل انتجريت للسولار سيستم تبعنا عن طريق السكيليون بلجن. إيش اسمه السكيليون بلجن؟ راح نتعرف عليه أثناء الدورة إن شاء الله. وذاوت سكيليون بلجن، راح نشوف الاتجاه المركب فيه الألواح الشمسية في الأردن. راح نتعرف على الجيوغرافيكال سايت، تمام، خاصية الجيوغرافيكال سايت في البرنامج وشو ممكن استفيد منها. راح نشوف البينيفيتس اوف سكتش اب ان سولار سيستم ديزاين، انا كمصمم او ديزاينر بالسولار سيستم شو ممكن استفيد من برنامج سكتش اب. راح نتطرق لموضوع الشيدنج اناليسيز، وراح نشوف جوانب هندسية اخرى. الان بهاي الاسبيكتس الجوانب راح نتطرق لمواضيع كثير مهمة ان شاء الله، تكون انه انا شو ممكن اعمل هندسيا بعد ما انا حللت الظل. راح نطلع موضوع الاستاتيك الجماليات ومواضيع اخرى ان شاء الله راح نتطرق لها اثناء الدوره. الان في بعض الامثله اللي ممكن نشوفها يعني نشتغل اشي شبيه فيها، يعني هذا مثال على الكرميل، هون مثال مثلا اما ما عندي مساحه كبيره شو ممكن استفيد منها، كيف ممكن اوزع الخلايا. هذا على السكيليون بلجن، اشي زي هيك ممكن هانجر مثلا زي هيك او زي هيك. طيب راح نشوف ان شاء الله كيف ممكن نرسم اشي زي هيك او شبيه فيه، تمام. الان ما راح نكون فوكس على الالكتريكال ديزاين، احنا راح نكون فوكس على اليوزنج سكتش اب، شو ممكن استفيد منه هندسيا، يعني استفيد من الايحاء اللي اخذته عن السيستم تبعي. اذا اسعفنا الوقت ممكن ندخل بالالكتريكال ديزاين، انه كيف ممكن اعمل سيستم كامل من الصفر. ممكن نتطرق لبرنامج البي في سيست كمان. فاللي بيعرف حد مهتم في مجال السولار انرجي، تمام، سواء طالب او خريج او حدا حابب يزيد معرفته في المجال او يشتغل فيه، يا ريت يعمل له منشن. وبنلتقي بالفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.